عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم أحمد رفاعي من ابتدائية السويس بتعليم جيزان. فكرة مشروعي الروبوت الأمني للحد من فيروس كورونا. ما جت فكرة المشروع لما رحت إلى مكان تجاري مع أبي، شفت إنه في ازدحام وبعض الناس ما يلبسوا كمامات، فقلت لازم أسوي حاجة عشان أحد من انتشار الفيروس. هذا المشروع روبوت يقدر يسوي خدمات كثيرة، يدخل مجموعة تحددها المؤسسة، وكل ما يخش واحد لازم الواحد يستنى ثانيتين ويقمه، وبعدين لما كلهم وبعدين ثاني واحد يمر فيصير عدد اثنين وثلاثة واربعة ألين ما يصل للعدد المعين اللي اختارته المؤسسة، ويرسل إيميل وبعدين يقفل البوابة حق الدخول. ولما كلهم يخرجون كل واحد يعقم له بعد ثانيتين وينقص واحد من العداد ألين ما يصير صفر، بعدين يرجع يفتح البوابة. ولله الحمد مشروعي حصل على المركز الثالث على مستوى المملكة للمسابقة الرمضانية للمشاريع الإبداعية التي نفذتها الوزارة. هناك من دعمي في هذا المشروع، وأشكر أبي وأسرتي والمدرسة أيضا وجدت منهم الدعم.